اهلا بيكم وحلقة جديدة من سيف ايه بالعربي، ومعاكم احمد عامر. سيف ايه بالعربي هو برنامج بيشرح منهج سيف ايه على الانترنت اونلاين، وزي ما قلنا احنا دلوقتي بنشرح ليفل 1، ومعانا النهاردة تالت حلقة من ليفل 1 Financial Reporting and Analysis. عندنا النهاردة Reading اللي اسمه Financial Reporting Standards. زي ما قلنا سيف ايه بالعربي هو برنامج بيقدمه سيف ايه سوسايتي ايجيبت، واحنا النهاردة بنشرح لكم الفاينانشال ريبورتنج ستاندردز، وزي ما قلنا دي الحلقه الثالثه من البرنامج وتالت ريدنج معانا من الفاينانشال ريبورتنج اند اناليسيس بتاعتنا. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن ايه هي الفاينانشال ريبورتنج وليه هي مهمه وازاي نقدر ان احنا نعتمد عليها ومين بيعتمد عليها والكلام ده كله. طبعا جينا بقى لنقطه مهمه جدا اللي هو طيب انا دلوقتي اقتنعت جدا ان الفاينانشال ريبورتنج دي حاجه مهمه جدا طيب وعايز اعتمد عليها عشان اخد قراري، بس انا عايز اتاكد ان هي فعلا ريلايبل، يعني فعلا اقدر ان انا اعتمد عليها. يعني هل اقدر اعتمد فعلا على الفاينانشال ريبورتنج اللي قدامي دي ولا لا، هقدر اتابع القوائم الماليه اللي قدامي دي ولا لا. فبالتالي محتاج حاجه تاكد لي الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا اللي بيحصل ان انت القوائم الماليه دي بتظهر لك معلومات كتير عن الشركه، زي مثلا الشركه دي عندها اصول بقد ايه. افرض مثلا جيت قلت لك والله انا عندي حته ارض مساحتها 1000 متر، المتر ب 1000 جنيه، بس الارض دي قيمتها مليون جنيه وحطيتها على الميزانيه. ايه اللي عرفك ان انا فعلا عندي حته الارض دي؟ هل انت كمستثمر في البورصه بتروح لكل شركه تقول له وريني عقد الارض عشان اتاكد ان الارض دي ملكك، او اقول لك ان انا السنه اللي فاتت دي انا بعت مثلا ب 10 مليون جنيه؟ هل كل مستثمر في البورصه بيجي يقول لي وريني الفواتير اللي عندك علشان اتاكد ان فعلا بعت المبلغ ده؟ طبعا لا. طب ازاي اضمن ان الكلام ده فعلا مظبوط؟ فعشان كده عملنا حاجة اللي هي المراجعة، اللي هو بيقوم بيها المراجع او المحاسب القانوني الاكسترنال اوديتور. الاكسترنال اوديتور ده دوره ان هو بيبص على الميزانيات وبيبص بقى على الكلام اللي بقول لك عليه ده، بيقول انا عندي اشتريت ضميت اصل جديد على الميزانية، قلت وريني مستند الشراء بتاعه العقد او طيب انا بعمل مبيعات وريني سامبل من الفواتير عشان اتاكد فعلا انت فعلا بتعمل مبيعات بالرقم ده. انا عندي مخزون، طب تعالى اجرد المخزون معاك عشان اتاكد فعلا انت عندك المخزون بالرقم ده. فالمراجع هو اللي بيعمل لي اشورنس او تاكيد على القوائم الماليه دي. طيب المراجع ده بقى بيمشي ازاي؟ يعني امتى مثلا يقول لو اختلف في حاجه، امتى يقول انا همشي بالطريقه دي او همشي بالطريقه دي؟ لازم المراجعين دول كلهم نعمل لهم حاجه اسمها فاينانشال ريبورتنج ستاندردز او معايير المحاسبة علشان يقدروا ان هم يمشوا بشكل واحد، فتقدر ان هي تدينا افضل نتيجة. طيب فده بقى بياخدنا هو احنا ايه هي اهمية الفاينانشال ريبورتنج ستاندردز في الموضوع بتاع الفالويشن. احنا بتوع انفستمنتس، احنا مالنا ومال الستاندردز والكلام ده كله؟ ليه الستاندردز مهمة جدا بالنسبة لنا؟ قال لك هي مهمة عشان اسباب كتير قوي. قال لك اول حاجة ان انا بقدم لك معلومات. خلي بالك احنا هنا بنتكلم ان الفاينانشال ستيتمنتس، هي دور الفاينانشال ستيتمنتس بالاضافه لاهميه الستاندردز. خلي بالك ان الستاندردز دي هي دورها ان هي بتقوي الاوبجكتيف بتاع الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتي. فقال لك اول حاجه انت عارف ان القوائم الماليه بتوفر ايه؟ بتوفر معلومات عن الشركه، بتوفره للكرنت انفستورز والبوتنشال انفستورز، وبتوفرهم للكريتورز عشان ياخدوا قرار، سواء بقى هم عاوزين ان هم يستثمروا دلوقتي، عاوزين هو اصلا مستثمر عاوز يعرف يخرج ولا يفضل، هو عاوز يسلف الشركه ويشوف يقدر يسلفها ولا لا. فبالتالي بقدر ان انا بفيده في القرار ده. ده دور القوائم الماليه بتاعتي او الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتي. طيب الستاندردز بقى بتعمل ايه؟ الستاندردز بتبقى محتاجينها عشان تقدم اول حاجه الكونسيستنسي. لما انا دلوقتي اجي مثلا اقول لك دلوقتي مثلا انا بعت فاتوره النهارده والفاتوره دي الراجل ما قال لي هديك فلوسها كمان شهرين، تمام؟ لما اجي انا مثلا بعت الفاتوره دي مثلا في شهر 12، فبالتالي زي ما قلنا احنا المعايير بتقول لنا ان احنا بنعملها ريسيفبلز، احنا شغالين بالاكروال بيزس. فالمعايير بتقول لنا والله انت شغال بالاكروال بيزس، وبالتالي حضرتك هتسجل دي مبيعات بس مش هتاخد قدامها كاش وهتاخد قدامها ريسيفبلز. فبالتالي لو انا عندي شركتين وجا عملوا نفس فاتوره البيع دي في نفس الوقت مع بعض، وشركه عملت المنظر ده وشركه تانية قالت انا هشتغل كاش بيزس مش هسجل مبيعات الا لما تجيلي فلوسها، فبالتالي هتلاقي انت عندك نتيجتين مختلفتين لنفس الاكشن، فمش هتقدر انت تقارن ما بين الشركتين دول. علشان كده الستاندردز بقى هنا بتحاول توحد الكلام ده، تخلي الموضوع كونسيستنت. تخلي انا عندي شركتين اقدر اتاكد ان هما الشركتين دول شغالين بمعايير واحده، فبالتالي اقدر اوصل على اجابه واحده. تمام اوكي. تالت حاجه بقى ايه؟ ان انت بتوفر لي الكومبارابيلتي. انا ليه اصلا عايز اخليهم كونسيستنت؟ عشان اقدر اقارن بينهم وبين بعض.
لما تيجي تقول لي والله الشركه بتاعتي السنه دي عملت كذا، شوف الشركات اللي حواليك عملت كام، فبالتالي الدنيا تبقى اقدر اخد قراري استثمر معاك ولا لا. تاني حاجه بنعتبرها ان هي important input للفالويشن evaluation purposes. انت ايه الغرض، ايه الفالويشن بتاعك، انت عاوز تعمل بيه ايه؟ عاوز اعمل فالويشن للشركه، فبالتالي عاوز اخد معلومات عن الشركه من القوائم الماليه بتاعه الشركه، وبالتالي الستاندردز بتخليها consistent وبتخليها comparable، فبتخليني اقدر ان انا احصل على معلومات اكثر دقه، وبتخليني اقدر ابني قراري بشكل افضل. تمام. الاو اس التاني معانا اللي هو بيقول لك بقى طيب انت دلوقتي عايزين نعمل، قلنا احنا اتفقنا ان احنا فهمنا يعني ايه اهميه القوائم الماليه، وفهمنا اهميه الاودت، وفهمنا اهميه وجود ستاندردز عشان الاوديتورز يمشوا عليها. امال مين بيحط الستاندردز دول؟ هنا بقى عندك حاجه اسمها ستاندرد سيتنج بوديز، او اللي هي الجهات اللي بتحط الستاندردز دي عندنا، هي بروفيشنال اورجانيزيشنز اللي هي مؤسسات بروفيشنال من المحاسبين والمراجعين اللي بيبداوا يحطوا لي فاينانشال ريبورتنج ستاندردز. ايه هما بقى الهيئه دي؟ اهم هيئتين عندنا في العالم، عندنا هيئه اسمها فاينانشال اكاونتنج ستاندردز بورد اللي هي فاسب، دي موجوده في يونايتد ستيتس، ودي بتعمل لي اليو اس جاب اللي هو المعروف اللي هو المعايير المحاسبه الامريكيه. عندنا بقى حاجه تانية الانترناشنال اكاونتنج ستاندرد بورد اللي هي اي اي اس بي، ودي بقى اللي بتعمل لي معايير المحاسبه الدوليه. احنا في مصر احنا عندنا معايير المحاسبه المصريه، لكن الى حد كبير احنا بنبقى ماشيين مع معايير المحاسبه الدوليه، ما عدا بس شويه فروقات صغيره بيننا وبين معايير المحاسبه الدوليه، لكن بنميل اكتر لمعايير المحاسبه الدوليه. الحته دي بقى حته مهمه جدا، انت عندك حاجه من الحاجات المهمه جدا عندك في الامتحان اللي هو الفرق بين اليوز جاب والاي اف ار اس. احنا اليوز جاب دي معايير المحاسبه الامريكيه، والاي اف ار اس هي معايير المحاسبه الدوليه. عشان كده انت تسمع عن شهاده اسمها شهاده الاي اف ار اس، انت بتاخد شهاده في معايير المحاسبه الدوليه بصفتها الاقرب لمعايير المحاسبه المصريه عندنا. فبالتالي انت من الحاجات المهمه جدا في منهج السيف ايه، انك لازم تعرف الفرق بين الاثنين دول، لان دي من الحاجات المهمه جدا. وخلي بالك ان دي من الحاجات دايما الاسئله بتبقى صعبه في الامتحان، لان هو الموضوع عباره عن ان انت تبقى فاكر المعلومه وفاكر كل حاجه. هنا اليوز جاب بتقول بتحرك فيها ازاي، والاي اف ار اس بتقول بتحرك فيها ازاي. فبالتالي من الحاجات النصايح المهمه جدا في حاجه زي كده، تخلي معاك ورقه او حاجه دايما بتكتب فيها الكلام ده كله، او بتنزل فيه مثلا جداول زي كده موجود على الانترنت، اللي هو بالنسبه لكل معامله عندنا هنا اليوز جاب بيعملها ازاي والاي اف ار اس بيعملها ازاي. ان هي في الاخر قرب الامتحان هتلاقي نفسك طبعا نسيت كل الكلام ده، فبالتالي يفضل يكون معاك حاجه مكتوبه بالكلام ده قبلها. تمام. فبالتالي طبعا هو بيقول لك other national standard setting bodies exist زي ما قلنا كده، عميره المحاسبه المصريه، بس معظمهم بيحاولوا ان هم يقربوا للاي اف ار اس بما فيهم حتى الفاسب اللي هو بيعمل يوز جاب. يعني البلان ان العالم كله يبقى عنده معايير محاسبه موحده اللي هي الاي اف ار اس، وبالتالي كل اليوز جاب نفسها بتحاول تقلل الفروقات بينها 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 وبين الاي اف ار اس، وكل برضو مع الوضع المعايير في العالم كله بيحاولوا يعملوا نفس الموضوع. تمام. طيب ايه هي بقى الستاندرد سيترز دول، يعني ان هم الناس اللي بيحطوا المعايير دول، ايه هي صفاتهم، يعني ايه هي الاتريبيوتس بتاعتهم، ايه هي صفاتهم، عباره عن ايه، ازاي اقدر ان انا اقول ان ده وضع معايير اقدر اعتمد عليه. اول قال لك اول حاجه لازم ان هو بيوبزرف الهاي بروفيشنال ستاندرز. هو غرضه ايه في الحياه؟ ان هو يتاكد ان انا عندي هاي بروفيشنال ستاندرز، عندي معايير مهنيه عاليه جدا. تاني حاجه لازم اتاكد ان انا عندي adequate authority resources and competencies to accomplish this mission. authority لازم يكون عندي ال authority، يعني ما ينفعش انا مثلا اقول انا احط معايير، انا احط نظام لازم الناس كلها تمشي عليه، وانا مش قادر اخلي الناس تمشي على النظام ده. انا ممكن اطلع جهه بكره الصبح في مصر وتحط معايير، بس هل انا اقدر اجبر الشركات مصر هتمشي عليه؟ لا، يبقى لازم اقدر اجبر الشركات تمشي عليه عشان يكون عندي الاوثوريتي اللازمه عشان المعايير دي فعلا تتحقق. تاني حاجه يكون عندي ريسورسز، ما ينفعش اقول لك انا هعمل هيئه للمعايير وما اديكش فلوس عشان تعين ناس تقدر تشتغل بيها، فبالتالي انا كده هجيب ناس منين يحطوا لي المعايير. الكومبيتنس، هل عندي من المهاره اللازمه ان اقدر احط المعايير دي ولا لا. تالت حاجه عندنا ان انت لازم يكون عندك clear and consistent standard setting process. هو انا بحط المعايير ازاي؟ هل بحد في عندي مثلا مجلس هو اللي بيحطها؟ هل بنقترح مثلا من الناس وناس هي بتقعد تحط لنا افكار بعدين نفلترها؟ لازم يكون عندي process واضحه ازاي اقدر احط الايه المعايير دي. رابع حاجه
لازم ان انا اكون ماشي على فريم ورك مظبوط ومحطوط بشكل كويس. خامس حاجة، لازم ان انا اشتغل اكون independent، اكون شغال منفصل عن اي حاجة، ما يأثرش عليا بقى لا lobbying ولا شركات تيجي تقول انا عايزك تشغلني بشكل فلاني، ولا حد يقول لي مش عارف ايه. بس انا برضو ستيل باخد الانبوت من ستيك هولدرز. يعني مثلا انا دلوقتي جيت حطيت معايير بغير المعايير، تيجي شركات في السوق لا والله يا جماعه المعايير دي مش شايفينها مناسبه عشان هي بتضرنا في 1 2 3 4، فاجي اقول له طب والله احنا اسفين او ممكن ناخد رايك ده في عين الاعتبار، وبالتالي لو فعلا طلع عنده حق بنبدا نشوف الصح ايه، لكن ما نكونش بايست ان احنا نعمل اللي على مزاجه. احنا هدفنا الاسمى ان احنا نعمل معايير مظبوطه. فهي بالتالي بقى كده، ده بقى الاخر حاجه بنتكلم فيها، ان هو ما يبقاش ليه اي سبيشال انترست او مصالح خاصه في الموضوع ده. واخر نقطة معانا اللي هي القرارات كلها بتتعمل في الصالح العام. فبالتالي هي دي الصفات اللي انت محتاجها علشان تقدر انت تخلي الستاندر سيتر بتاعك ده يقدر يعمل معايير كويس. تمام، ايه هي بقى regulatory authorities او اللي هي الجهات الرقابية؟ او الجهات الرقابية عبارة عن ايه؟ دي بقى جهات حكومية. خلي بالك احنا قلنا ان وضع المعايير دي professional bodies، حاجات يعني ممكن ناس مش شرط يكونوا جهات حكومية، لكن دي جهات حكومية عندها ال legal authority اللي بت enforce ال compliance مع financial reporting standards. هي بقى اللي بتضمن ان الناس تبقى complied مع ال financial reporting standards. زي ايه مثلا؟ زي عندنا SEC اللي هي Securities and Exchange Commission، دي في موجودة في أمريكا. Financial Service Authority ال FSA في ال United Kingdom، دي بتبقى معمولة من قبل الدول، دي جهات حكومية علشان تخلينا تجبر الناس ان هي تلتزم ايه بالمعايير دي. معظم الناس دول، معظم ال national authorities دول بيبقوا international organization، بينضموا لحاجة اسمها international organization of securities، ان هو اتحاد عالمي علشان ينسقوا بينهم وبين بعض، بحيث زي ما قلنا ان احنا عاوزين نعمل معايير شبه موحدة عشان يبقى بينهم وبين بعض تنسيق. ال commission، في عندنا commission اسمها اليوسكو، اللي هي الايوسكو دي بقى بتقول لك ايه هي الاوبجكتيف بتاعت الفاينانشال ماركت ريجوليشن. هو الفاينانشال ماركت ريجوليشن ده او الفاينانشال ماركت ريجوليتور ده المفروض يعمل معايا ايه؟ هو عنده ثلاث ميشنز اساسيين او ثلاث اوبجكتيف اساسيين. اول حاجه تو بروتكت انفستورز، انا بحمي المستثمرين، مش عايز صاحب الشركه يضحك على المستثمر ويقول له ارقام مش حقيقيه وبالتالي ياخد فلوسه وينصب عليه. تاني حاجه، لازم اتاكد الفيرنس الافشنسي والترانسبيرنسي اوف ماركت. اول حاجه الماركت لازم يكون فير، لازم يكون عادل، لازم يكون افيشنت، اللي هو بيعكس فعلا الفاندمنتال فاليو بتاعت الشركات. ازاي اقدر اتاكد من الافيشنسي دي؟ طبعا مش هقدر اتاكد، انا مش بعمل فالويشن ولا بتحدد في الاسعار ولا كده، لكن مثلا وجود حاجه زي معايير وريبورتنج سيستم قوي هو ده اللي بيخليني الماركت ايه افيشنت، لان المعلومه بتبقى واضحه في وقتها وبشكل واضح وبشكل مظبوط، فتخلينا ناخد قرار سليم. تاني حاجه ترانسبيرنسي، ان يكون معامليه فيها شفافيه ما فيهاش اي حاجه من تحت لتحت. تالت حاجة بريديوس systematic risk. systematic risk دي عبارة عن ايه؟ systematic risk ده اللي هو الريسك اللي هو بتاع الماركت كله على بعضه، اللي هو ال systematic risk الماركت. دلوقتي انت عندك نوعين من الريسك في ال investments، عندك ال systematic risk وعندك ال ايه ال systematic risk. systematic risk ده اللي هو الريسك بتاع الماركت. تمام، فبالتالي انا لو انا عامل معايير كويسه ولو انا حاطط معايير مظبوطه وفعلا في efficiency و fairness و transparency، بيحصل عندي ان systematic risk بتاعي ايه بيقل. هنتكلم بشكل افضل على systematic risk و systematic risk بعد كده وهنتكلم عليهم بالتفصيل. تاني حاجه، عشان بقى احنا في الوقت اللي احنا فيه ده بقى فيه عندنا جلوبالايزيشن بدا يزيد بشكل كتير قوي، سكيورتي ماركت بقى عندنا مستثمرين اجانب في كل حته، بقت ما فيش في حدود للاستثمار. فالايسكو عنده جلوبال فاينانشال ريجوليشن اكروس كونتريز، اللي هو عاوز يوحد الفاينانشال ريجوليشن اكروس كونتريز عشان يخلي الاستثمار بين الدول اسهل وبشكل افضل بكتير. تمام، سكيورتيز اند اكسشينج كوميشن ريكوايرد فيلينجز. احنا عندنا اول حاجه، طبعا انا دلوقتي كان السك او الاس اي سي اللي هو سيكيورتيز اند اكسشينج كوميشن بيطلب من الشركات ان هي تقول لي طيب انا بقى عايز اطلب منك ان انت تديني فورمز او فيلينجز معينه، لازم تملا لي فورمز معينه عشان الناس تقدر ان هي تتابع فعلا بيانات شركتك. زي ايه مثلا؟ دي الفورمز دي لازم من الفورمز المشهوره، انت لازم هتسمعها بعد كده وحتى في الاخبار بتاعت الشركات يقول لك الشركه الفلانيه لما قدمت الفورم الفلاني كان فيها كذا، فلازم تعرف الفورمز دي هم قصدهم هي ايه. اول حاجه عندنا اول فورم اسمها S1،
registration statements fill prior to the sale of new securities to the public. يعني هو اول حاجه انا عندي فورم 1 دي، انت لما تيجي تطرح شركه جديده في البورصه لازم تملى فورم S1 دي، بتعمل بقى registration، بتحط فيها الشركه بتاعتك والمعلومات عنها والى اخره. في عندي فورم اسمها 10K، ده بقى annual filling، ده بيبقى فيه معلومات عن البيزنس بتاع الشركه، عن المانجمنت بتاعتها، عن بيبقى فيها القوائم الماليه، فيها الاوديتد او المراجعه، فيها الايضاحات بتاعتها برضو، فيها ايضاحات عن الليجال ماترز انفولفينج ذا فيرم، فيها كل زي كده الميزانيه السنويه بتاعتها. 10 كي بتمثل حاجه شبه كده. 10 كيو اللي هي القوائم الماليه الربع سنويه، يوز فيرمز ار ريكوايرد تو فايل ذيس فورم كوارترلي، ماشي، with updated financial statements، لازم بحط فيها updated A financial statements، تمام. form DEF 14A، لما اجي الشركة بتعمل proxy statement for its shareholders، proxy statement دي بمنتهى البساطة ان انت لما تيجي مثلا بتكون عاوز تدي بروكسي لحد ان هو يقول لك يعني مثلا احنا عندنا لما تيجي في الاجتماع الجمعيه العامه بتاع الشركه او جمعيه مالك الاسهم بتاعت الشركه اسمها الجمعيه العموميه، انت لما تيجي تجتمع انت ممكن مثلا مش كل الشير هولدرز يحضروا، بس انا ممكن كشير هولدر افوض حد تاني ببروكسي بتفويض ان هو يعني شوف انت ايه لازم وخد انت صوتي، يعني انت صوتي معاك اعمل بيه اللي انت عايزه. ده دايما بيتعمل مثلا عن طريق بورتفوليو مانجرز والفاند مانجرز. انا مثلا لو مدير صندوق او مدير بورتفوليو وعندي في البورتفوليو بتاعتي اسهم في شركه معينه وبدير اسهم الشركه دي، الاسهم دي مش بتاعتي، بتاعت الناس اللي بيديروا الاسهم بتاعتهم، باخد منهم بروكسي ستيتمنت علشان ان انا بخش ان انا بدي صوتي في الميتنج ده نيابه عنه، تمام. فلما الشركه بتعمل البروكسي ستيتمنت دي قبل الانيوال ميتنج بتاعها لازم تملى الاستمارة الفورم دي اللي هي DF-14A. الفورم الثانيه اللي هي فورم 8K، الفورم الشركه برضو بتملى الاستماره دي او الفورم دي عشان توضح فيها الماتيريال ايفنتس اللي بتحصل للشركه، زي مثلا لو في اكوزيشن تحصل على الشركه، لو انا هبيع اسد من الاسد بتاعه الشركه لازم بقدم الكلام ده وبوضحه للناس وبعمل ليها فورم مخصوص اسمها 8K، مش بستنى لما الميزانيه تخلص او السنه تخلص واقدمها عندي في ال 10K العاديه، لا لازم يكون عندي 8K ده اللي بيقدم لي فيه الحاجات دي كلها. فورم 144 اللي هي الشركه ممكن تطرح اسهم لسيرتن كواليفايد باير من غير ان هي ما اخش في الريجستر في البورصه، فبالتالي يبقى لازم برضو اقول للسك واقدم ال 144 دي الفورم بتاعتي عشان اقول له انا هبيع الشركه بتاعتي للكواليفايد انفستورز دول او الكواليفايد بايرز اللي هم الناس اللي هم ممكن بيشتروا بره البورصه، زي الناس مثلا مسموح لهم في USA ان هم يشتروا جي دي ارز او الاسهم اللي هي زون السحب الخاصة مثلا، هي بيستثمر في شركات برا البلد نفسها، فبالتالي ده لو انا جيت ان انا ابيع الشركة للناس دول بيبقى عندي الفورم دي. فورمز بقى 3 4 and 5 دي بقى عبارة عن ايه؟ دي بقى بيقول لك بقى هو بكتب فيها هو الـ ownership of securities by companies officers and directors. وانا لو انا واحد شغال في الشركة وعنده اسهم في الشركة دي بس بفصح فيها في الكلام ده كله. انت ممكن تستخدم الكلام ده في ايه بقى؟ بتعرف هم الناس دول بيشتروا في اسهمهم ولا بيبيعوا ولا بيزه. ممكن مثلا تلاقي ان السي او مثلا او كل الناس في الشركه يقول لك الشركه بتاعتنا كويسه جدا وشغاله وليها مستقبل باهر واحنا قدامنا بنعمل مشروع كبير هيخلينا اكبر شركه في الماركت، وتبص على الفورمز دي هم عاملين يبيعوا الاسهم بتاعتهم اللي في الشركه. طب منين انت شايف الشركه هتكبر وعمال تبيع اسهمك؟ لا اكيد كده في حاجه فاشي، او العكس لو هم عاملين يشتروا اسهم في الشركه ومفيش اي ديسكلوجر بالحاجه زي كده فتعرف ان في حاجه هتحصل في الشركه وانت مش عارف. طيب زي ما قلنا قبل كده ان في كل الباديز اللي موجوده ان احنا بنحاول ان احنا نوصل لمعايير محاسبه واحده في العالم كله، فاحنا بنحاول ان احنا نقلل الفروق ما بين معايير المحاسبه اللي موجوده في العالم عشان نوصل كلنا زي الاي اي اف ار اس. اول حاجه الاي يو الاوروبيان يونيون الاتحاد الاوروبي بيطلب من الشركات اللي لسه في الاتحاد الاوروبي يا جماعه لازم كلكم تمشوا على الاي اي اف ار اس، وبالتالي الاي اف ار اس هي مطلوبه في الاتحاد الاوروبي. طب اليوز جاب، ما اليوز جاب فيها فرق عن الاي اف ار اس، فبيقول لك مثلا اليوز جاب في الفتره الاخيره بدا يتحرك ناحيه الاي اف ار اس اكتر او بيحاول يضيقوا الجاب ما بين الاثنين، يعني مثلا فبدا كان في زمان فروقات كبيره جدا باليوز جاب والاي اف ار اس، لكن دلوقتي بدات الدنيا الجاب تقل شويه علشان الدنيا توصل ان احنا نبقى نوصل في وقت من الاوقات ان كل العالم شغال بمعايير محاسبه واحده.
معظم الدول الكبيرة لو هم يعني لو هم ما مش ماشيين على IFRS بتلاقي ان المعايير بتاعتهم قريبة من IFRS وبيحاولوا ان هم يقربوا منها، تمام. فبالتالي بيقول لك مثلا الدول الكبيره هي لسه ما خدتش ما اعتمدتش اي اف ار اس بشكل كامل، هتلاقي كام ستاندردز بتاعتها بيحاولوا يقربوا الاي اف ار اس، زي مثلا اليابان والصين وبالك كتير قوي برضو زي مصر. يعني مصر احنا تقريبا ماشيين على اي اف ار اس ما عدا معيارين او ثلاثه بكتير. طيب، دي حاجه كويسه جدا ان احنا بنحاول ان احنا نعمل معايير عالميه موحده للعالم كله، لكن يفضل عندنا بارير ان احنا نديفلوب يونيفرسلي اكسبتد سيت اوف فاينانشال ستاندردز. ايه هي الباريرز دي؟ مش سهل ان احنا نقدر نعمل الكلام ده بسهوله. طب ايه هي الباريرز او العوائق اللي بتمنعنا من حاجه زي كده؟ قال لك اول حاجه ان انت عندك ديفرنت ستاندرد سيتنج بوديز اراوند ذا وورلد، فبالتالي انت كل واحده ليها دماغها وبتفكر بيها، فبالتالي صعب ان هم يتفقوا مع بعض. تاني حاجه يبقى في بوليتيكال بريشر. هو انا دلوقتي بقى انا دوله وليا سياده، وبالتالي في دول كتير جدا زي مثلا يوز جاب، يعني مثلا يوز جاب في بوليتيكال بريشر ان هم يتنقلوا الاي اف ار اس، ان هم شايفين ان احنا ازاي ان احنا نتخلى عن المعايير بتاعتنا ونبقى ماشيين مع الاي اف ار اس، فبالتالي بوليتيكال بريشر بيأخر شويه كمان ان احنا نقرب ما بين المعايير المختلفه. طيب، زي ما قلنا بقى نيجي بقى ال LOS اللي بعديه، اللي هو ان ال International Accounting Standards Board عمل لنا زي فريم ورك كده عن ال Objective وال ايه هي الصفات بتاعة ال Financial Statements علشان تعمل Reporting صح، تمام. ايه هي ال Objective بتاعتنا؟ قال لك اول حاجة ال Objective بتاعة ال Financial Statements او ال Financial Reporting بوجه عام is to provide financial information about the firm، بتقدم معلومات مالية عن الشركة to the current and potential investors and creditors، اللي هي للانفستورز الحاليين والمستقبليين، وبرضو الكريتورز الحاليين والمستقبليين، الناس اللي هم الكريتورز اللي هم الدائنين بتوع الشركة سواء بنوك او حاجة تانية، اللي تكون لازم المعلومات تكون يوسفل عشان يقدروا ان هم ياخدوا decision عن ان هم يستثمروا في الشركة او لا، او يسالفوا الشركة او لا، تمام. طيب، يبقى كده مستخدمين القوائم الماليه دول بيحتاجوا ان هم يعرفوا معلومات عن الشركه، عن البرفورمانس بتاع الشركه، عن الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه، وعن الكاش فلو بتاع الشركه. طيب، ايه هي بقى الصفات اللي لازم تكون موجوده في القوائم الماليه عشان تحقق لي الكلام ده كله؟ فاحنا عندنا كذا نوع من الصفات. اول حاجه اسمها الكواليتيف كاركترستكس، هي الصفات النوعيه. قال لك انا عندي نوعين اساسيين قوي، حاجتين اللي هي الريليفنس والفيتفول ايه ريبريزنتيشن. طيب، نبدا ناخد الريليفنس اول حاجه. قال لك اول حاجه الفاينانشال ستيتمنتس لازم تكون ريليفنت. يعني ايه ريليفنت؟ دلوقتي لما اجي انا اقول لك ان انا بعت مثلا حاجه بمليون جنيه، وجيت انا حطيتها في الشركه في الفاينانشال ستيتمنت عندي مثلا ب 10 مليون، اكيد المعلومه اللي انا حطيتها 10 مليون دي مش ريليفنت، يعني ملهاش علاقه باللي انا بعته. فالريليفنس دي عبارة عن ايه؟ بيقول لك financial statements are relevant if the information in them can influence users economic decision or affect users evaluation of past events or forecast of future events. عشان تعمل في relevant financial information لازم تكون فيها predictive value و confirmatory value او both. يعني ايه predictive و confirmatory؟ قال لك اول حاجه لازم المعلومه تديني حاجه من الاثنين او الاثنين دول مع بعض، يا اما اقدر اعتمد عليها عشان اتوقع المستقبل، يا اما المعلومه دي تقدر تخليني اتاكد فعلا من حاجه موجوده او تكون فعلا المعلومه صحيحه، تمام. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك والله انا بعت السنه اللي فاتت ب 100 مليون جنيه، متوقع انت تلاقيني السنه بيع مثلا ب 110 120 100، لو قلت ابيع ب 90 ب 80، لكن حاجه في ايه في نفس الرينج، ما تلاقيش مثلا السنه دي بعت ب 5 مليون، ما بعتش في سنه ب 100 مليون وبعت في سنه ب 5 مليون. فبالتالي لازم اقدر اعتمد على المعلومه دي علشان اقدر اتوقع بيها المستقبل. وبالتالي واحد من الحاجات دي مثلا لما تيجي تبيع قصر ما بتحطوش عندك في ريفني، بتحط كابيتال جين، لان انت بتقول ان ده حاجه ما بتحصلش كل يوم، فبالتالي عشان تبقى بريدكتيف لازم تحطها تحت ما تحطهاش فوق عشان الناس تقدر ان هي تعتمد عليها. الكونفرماتوري لازم مثلا لما اقول لك انا عندي اسد، مثلا اسد ده ب 100 جنيه يكون فعلا ب 100، ما يكونش مثلا قيمته 10 وانا بكتب لك عليه ب 100، تمام، او بوث، تمام.
تاني حاجه قال لك من الحاجات المهمه جدا الماتيرياليتي از ان اسبيكت اوف ريليفنس. ايه هي ماتيرياليتي؟ لازم برضو تتاكد ان انت انا بحاول اكون ريليفنت، بحاول المعلومه تكون بريدكتيف وتكون كونفيرماتوري، بس في نفس الوقت لازم اخد بالي ان تكون الموضوع ماتيريال. يعني مثلا ما اجيش اقول لك انا والله عملت اشتريت حاجه للمكتب ب 5 جنيه، بس استنى بقى عشان احنا محتاجين نعمل اناليسس عشان نتاكد ال 5 جنيه دي هتديني بريدكتيف ولا المعلومه دي بريدكتيف ولا كونفيرماتوري ولا واحده منهم ولا الاثنين. لا، احنا بنحاول برضو نركز على الماتيرياليتي، لازم تكون المعلومه فعلا ماتيريال مش اي حاجه برضو ايه بنجري وراها. تاني حاجه الفيثفول ريبريزنتيشن، ما تكذبش عليا، لازم تكون المعلومه تكون بتقدم لي فيثفول ريبريزنتيشن او عرض صحيح للمعلومه. فلازم تكون complete و neutral و free from error. complete يعني انا اقول لك المعلومه كامله، والله انا عندي 100 مليون جنيه ريسيبلز، يعني ايه؟ يعني في ناس مديونين 100 مليون جنيه هيدفعوا لي في المستقبل، بس ما قلتلكش بيت المعلومه ان في 10% من الناس دول غالبا مش هيدفعوا، فكده المعلومه دي مش complete. neutral انا لازم اتاكد ان المعلومه نيوترال، يعني مثلا ما يجيش صاحب الشركه يقول لك ايه انا عاوزك تطلع لي الشركه بتاعتي كسبانه. لا، هو المفروض عشان كده ده هنا دور المراجع، انا بقول لك اللي بيحصل، الشركه بتاعتك كسبت اقول لك انها كسبت، خسرت اقول لك انها بتخسر، لكن مش لازم كل المعلومه بتاعتي ايه نيوترال، absence of bias. لا انا عايز اخلي الشركه تكسب ولا عايزها تخسر، عايز اقول بس اللي حصل بمنتهى الحياديه and free from error. بره الحاجتين دول ممكن اغلط، فبالتالي برده دور الاوديتور بيتاكد لو في غلطه ممكن هو برده ايه بياخد باله منها. تمام. طيب، طب ايه هي الاربع حاجات اللي بتحسن لي الكاركترستكس بتاعتي دي؟ يعني خلي بالك ان احنا هنا قلنا ايه، قلنا ان احنا عندنا كواليتاتيف كاركترستكس اللي احنا عندنا الريليفنس والفيثفول ايه ريبريزنتيشن. طيب انا عندي بقى اربع اسبيكتس بتخليني احدد ايه هي الريليفنس او فور كاركترستكس بتخلي بتحسن لي الكلام ده. اول حاجه الكومبرابيلتي، لازم اقدر اقارن الموضوع بحاجه، عشان كده احنا بنحاول نخلي الدنيا كونسيستنت بين الشركات. لما مثلا جيت قلت لك والله انا الصناعه بتاعتي كده، انا الصناعه بتاعتي ان انا مثلا ببيع الحاجه ب 100 جنيه بس هي مثلا تكون مكلفاني 95، انا المارجن بتاعي قليل، انا الصناعه بتاعتي كده. لما تيجي تشوف البيرز بتاعتي في الصناعه ممكن تلاقي لا ده هم المارجن بتاعتهم كويسه، انت يمكن انت اللي عندك مشكله. تاني حاجه، هل المعلومه فيريفايبل ولا لا، هقدر فيريفاي المعلومه ولا لا، يعني هقدر ان انا اتاكد منها ولا لا. تمام. يعني انا ممكن اقول لك والله انا شايف اديك معلومه ان انا مثلا بعت ب 100 جنيه طب هات لي الفاتوره اقدر فيريفاي. تمام. تاني حاجه تايمنس، لازم تكون المعلومه تظهر لي في الوقت المناسب، يعني مثلا مش هسيبها مثلا 3 4 سنين بعدين اجي اقولها لك، لا لازم اقولها لك في الوقت اللي يساعدك انك تاخد قرار. عشان كده مثلا بتلاقي بعض الشركات بيقول لك والله احنا قفلنا سنه 31 12 دي وكانت الدنيا زي الفل، بس كان في احداث لاحقه جوهريه. ايه الاحداث اللاحقه ده؟ بعد ما قفلنا الميزانيه حصل كذا وكذا وكذا. ممكن شفنا الكلام ده مثلا في ميزانيات 2010، لان الميزانيه قفلت 1/12/2010، بعد كده حصلت ثوره 2011، فطبعا ما كانش ده موجود في وقت بتاع الميزانيات، بس كان لازم الاوديتور يقول لك ان حصل بعد ما قفلنا الميزانيه حصل ثوره وحصل كذا وحصل كذا، وده مش عارفين تاثيره هيكون ايه على البرفورمانس بتاع الشركه. انها تكون سهله انها تتفهم، فبالتالي الناس اللي عندهم بيزك نولج يقدروا يفهموا المعلومه ويقدروا يوصلوها بمنتهى ايه منتهى السهوله. خلي بالكم من حاجه من الحاجات المهمه جدا، احنا عندنا في بعض المعايير دي او في بعض الصفات دي بيحصل ان هي بتتعارض مع بعض. يعني ايه؟ يعني فاكرين احنا قلنا احنا لازم تكون المعلومه ريليفنت، ما اقولكش مثلا عندي حاجه ب10 وهي ب20، برده ما اقولش عندي حاجه ب20 وهي ب10. زي مثلا انت لما يكون عندك الاصول بتاعه الشركه، لو انت اشتريت ارض مثلا من 10 سنين هتكون مثلا شاريها بمليون جنيه، الارض دي دلوقتي هتكون قيمتها في الـ في الـ في السوق مثلا ممكن تكون 10 مليون جنيه. المعايير بتقول لي تحط لي الارض دي بالهيستوريكال كوست بتاعتها بالقيمه التاريخيه، ماليش دعوه دلوقتي وصلت كام. الله، طب هو مش احنا قلنا ان المعلومه لازم تكون ريليفنت؟ طب هل ريليفنت احط الارض دي ب 10 مليون وهي اصلا دلوقتي قيمتها 20 قيمتها دلوقتي مثلا 100 مليون؟ لا. فطب ليه انا بعمل كده؟ علشان انا اضطريت ان انا يعني اتخلى عن المعيار ده عشان اتاكد ان المعلومه فيريفايبل. اصل انا لو جيت قلت لواحد قيم لي الارض بتاعتك بالقيمه السوقيه، هيكون قاعد بقى يجيب لي تقييم وكل سنه بص تلاقي شركات عماله تتنفخ والشركه دي بقت بكذا والشركه دي بكذا، بس انا مش قادر افيريفاي المعلومه. يوم لما تيجي تبيع حته الارض دي وتبيعها فعلا ب 10 مليون، لو عرفت
ساعتها بقى هحط لك الفرق ده، يبقى انا قدرت فيرفاي المعلومه. لو شركه جت استحوذت عليك ودفعت ال 10 مليون وقالت ان دي كانت القيمه السوقيه بتاعتها، يبقى انا اقدر فيرفاي المعلومه. فبالتالي خلي بالك ان انا ممكن في بعض الاحيان امشي ضد احد الكاركترستكس اللي انا عاوزها في المعايير بس عشان احافظ على واحد تاني، فيبقى عندي مشكله. طب انا اخلي المعلومه ريليفنت ولا فيرفايبل؟ فلقيت ان هي اخليها ريليفنت تبقى صعبه، خلتني سوري خليت لها اخليها فيريفايبل. هل يعني لو انا حاجه اخليها ريليفنت بس هتاثر على ان هي تكون فيريفايبل، قررت ان انا اكون المعلومه تكون فيريفايبل بس محافظ ان هي ستيل تكون ايه، تكون ريليفنت. يعني سوري قررت ان انا احافظ ان تكون فيريفايبل بس تخليت عن كون ان هي تكون ريليفنت علشان ما اخليش الناس الشركات تخدع الناس. طيب زي ما قلنا هنراجع تاني، كنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده بس هنتكلم عليه تاني. هي الريبورتنج اليمنتس الريكوايرد بتاعتي عباره عن ايه؟ قال لك اول حاجه، طب انا المفروض الستاندرز دي بتقول المفروض انا كشركه اوري للمستثمر ايه، اوري اليوزر بتاع الفاينانشال ستيتمنتس ايه. قال لك اول حاجه توري له الاسيتس، وتكلمنا ايه هي الاسيتس، توري له اللايبيلتيز، توري له الايكويتي الفرق بين الاثنين، توري له الانكم بتاعك اي انكريز في الاسيتس بتاعتك او ديكريز في اللايبيلتي، وتوري له الاكسبنسز بتاعتك اي ديكريز في الاسيتس او انكريز في الليابيلتيز. تمام. طيب فمثلا بيقول لك هنا بقى اللي كنا بنتكلم عليها، the amount at which items are reported in the financial statements. بالميجرمنت الميجرمنت ميز بتاعها، يعني ايه هي اساس القياس ان انت تميجر بيه الحاجات دي كلها، هو اللي بيقول لك انا بحط الحاجه ازاي عندي في الميزانيه. عندك اول حاجه مثلا هيستوريكال كوز او القيمه التاريخيه، زي قلت لك مثلا في موضوع الارض او الاسيتس بوجه عام، الاسيتس بتتحط بالقيمه التاريخيه، الفلوس انت دفعتها اصلا عشان تشتري الاسيت. ماشي. دي مثلا الارض. الامورتايزد كوست اللي هي الهيستوريكال كوست بس بتقللها من ديبريشيشن امورتايزيشن زي بقيه الاسيتس زي المكن او المبنى او الكلام ده كله. وخلي بالك ان هي بتذكر لك اربع انواع، ديبريشيشن، عارفين ديبريشيشن ده الاهلاك بتاع الاصول الملموسه، الامورتايزيشن الاستهلاك بتاع الاصول غير الملموسه، الديبليشن والامبيرمنت اللي هي برضو ممكن لو انت عندك الاسيت باظ او الاسيت حصل فيه مشكله او الاسيت قيمته قلت لكن ما حصلش مثلا زي ما قلنا، زي مثلا انت عندك ريسيبلز بس عرفت ان في 10% مش هتتسجل، ده اسمه امبيرمنت وهكذا. الكرنت كوست هي القيمه اللي هي الشركه كانت ممكن تدفعها دلوقتي عشان تشتري نفس الاسيت، فدي اللي هي الايه الكرنت كوست. الريلايزبل فاليو اللي هي القيمه اللي ممكن الشركه تحصل عليها لو ايه لو باعت الاسيت ده. طب يبقى كده ممكن نقول ان هي مثلا ستيلينج كوست، لكن لا احنا بنقولها بالشكل ده ليه؟ لان انا ممكن مثلا عشان ابيع الاسيت اصرف عليه مثلا ماركتنج او اصرف عليه مثلا حاجات قانونيه او فبالتالي او نقل او كده، فبالتالي النت بتاع الكلام ده انا هاخد كام لما ابيع الاسيت ده، هو ده اللي بيحصل عني الريلايزبل كوست بتاعتي. ال present value ده discounted value من ال expected future cash flow بتاع ال assets. ال fair value اللي هي ال amount اللي ممكن two parties في transaction on arm's length. يعني ايه arm's length؟ يعني transaction يعني ايه on arm's length؟ دايما دي بتلاقي الكلمة دي بتستخدم كتير اوي وانت بتتكلم على ال fair value. on arm's length يعني ناس مفيش بينهم علاقة، يعني مثلا جيت قلت لك ايه انا عاوز اعرف القيمة بتاعت العربية او ال fair value بتاعت العربية بتاعتي ايه، هتقولي والله العربية دي مثلا في السوق بتتباع بمية ألف جنيه. أقول لك ليه يا عم؟ أنا أعرف واحد اشتراها بتمانين. تعرف مثلا هو اشتراها مثلا من واحد قريبه، فقريبه ده قال له هفضلك فيها عشان أنت صاحبي. لكن الفير فاليو بتتحدد على الناس مفيش بينهم أي علاقة، لأ والله ده عشان ده كانوا قرايب، عشان كانوا صحاب، عشان كانوا بيعاملوا بعض معاملة مختلفة عن معاملة السوق، يبقى دي ما تخشش معانا. إنما الفير فاليو هي الفلوس اللي أنت ممكن طرفين يكسشنج الأسيت عليها بس on a on arm's length. تمام. طيب في بقى عندنا constraints و assumptions، في عندنا حاجات بتمنعنا ان احنا نوصل للي احنا عاوزينه ده. ايه هي constraints بقى؟ قال لك في حاجة اسمها cost benefit trade off of the enhancing characteristics. فبالتالي ايه هي cost benefit trade off دي بقى؟ قال لك انت لما تيجي تطلع معلومة دقيقة زي ما اتكلمنا قبل كده، دي بتديك دي ليها بنفيت، بتخليك ان انت تشوف الميزانية بشكل افضل، تشوف performance على الشركة بشكل افضل. تمام. وعليها كوست، فانت لازم توازن ما بين الكوست والبنفيت. تمام. فلازم تتأكد ان البنفيت اللي جاية لك اكبر من الكوست اللي هتعملها. زي ما قلت لك مثلا مثال 5 جنيه، انا عندي مثلا مبيعات ب 5 جنيه مش لاقي الفاتورة بتاعتها، او مثلا انا عندي عندي مثلا مبيعات ب 5 جنيه مثلا او ب 100 جنيه
تلاقي مثلا المراجع مش هيقولك ايه طلع لي فواتيرها، ماشي هروح اطلع لك فواتيرها وتضيع من وقتك وانا ضيع وقتي وبتاع، على كام؟ على 100 جنيه، وشيك مثلا بيع مثلا ب 10 مليون، طبعا مش منطقي. فبالتالي لازم تعمل تريد اوف ما بين الكوست والبنفيت بتاعتك. تاني حاجه، في نون كوانتيفايبل انفورميشن، في معلومات غير ملموسه او ما تقدرش ان انت تعدها او تحسبها، زي مثلا سمعه الشركه، البراند بتاع الشركه، قدرة الشركة انها تطور من نفسها، دي ما تقدرش انت تحطها في القوائم المالية، هتحطها ازاي؟ فبالتالي دي من الحاجات اللي انت ما تقدرش ان انت تعبر عنها. طب ايه بقى الاسامبشنز انت بتعملها علشان تعمل قوائم مالية او تطلع القوائم المالية بتاعتك؟ اول حاجة الاكروال اكاونتنج. الاكروال اكاونتنج زي ما قلنا اللي هو ان احنا بنسجل الريفينيو والاكسبنس عند الاستحقاق مش عند ما الكاش يطلع. دي من الحاجات اللي احنا بنعملها واللي انت كل الايه قوائم ماليه في العالم تقريبا ايه ماشي عليها، تمام. تاني حاجه الجوين كونسيرن، بنفترض ان الشركه دي هتكون الشركه دي هتكمل، هتلاقي دايما هو بيقول لك ان الشركه دي احنا عاملين الميزانيه تقال الجوين كونسيرن بيز، انا معتقد ان الشركه دي هتكمل مش هتصفي، لو هتصفي كنت هتعرف حاجه تانية خالص غير اللي انا بقول لك عليه ده. فبالتالي يعني زي مثلا زي ايه، لو قلت لك مثلا ان انا عندي مثلا مخزون ب 100,000 جنيه، طب المخزون ده 100,000 جنيه، ده الكوست بتاعته على اساس ان انا هبدا ابيعه مثلا هبيعه ب 120، لكن لو انا هصفي عايز ابيع المخزون ده بسرعه ممكن يكون قيمته مثلا 80. فبالتالي لا، انا بحط اعتباري جوين كونسيرن، ولو الشركه ما فيهاش جوين كونسيرن بيبقى ليها معايير تانية خالص غير اللي انت بتشوفها في القوائم الماليه بتاعتك، تمام. فبالتالي لو زي هو بيقول لك لو انت مش هو الجوين كونسيرن بنعمل بقى ادجستمنت كتير، مثلا لو الانفنتوري اذر اسيتس مي بي هشوف بس هو الليكويديشن فاليوز بتاعتهم عامله ازاي، يعني مثلا ممكن ساعتها هغير الفاليوز بتاعت الاسس بتاعتي علشان ترفلكت ان انا مش ماشي على الجوينج كونسيرن اسامبشن، تمام. فطيب يبقى احنا نوصل بقى بعد كده ايه هي الريكويرمنتس اللي احنا بنطلبها تحت الاي اف ار اس علشان نطلع الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا. برضو زي ما قلنا البالانس شيت، ستيتمنت فاينانشال بوزيشن، الكومبريهنسيف انكم، دي الستيتمنت الجديده اللي هي زي ما قلنا ان هي النت انكم مقارنه بالكومبريهنسيف انكم اللي هي برضو ظهرت عندنا في المعايير المصريه، وده بياكد لك ان احنا المعايير المصريه بنحاول نقرب من الاي اف ار اس، فبالتالي احنا برضو غيرنا وعملنا كومبريهنسيف انكم ستيتمنت. الكاش فلو ستيتمنت او التدفقات النقديه، التشينج ان اونرز ايكويتي او التغير في حقوق الملكيه، الايضاحات والنوتس بتاعت الميزانيه اللي فيها برضو سامري في اكاونتنج بوليسيز، ايه هي البوليسيز مش عليها في الاكاونتنج، يعني مثلا انت اشتغلت ازاي، بالاهلاك بتاعك ايه، انت اكرول البرنسبل بتاعك بتحقق الايراد ازاي، بتحاسب عن دي ازاي، دي مهمه جدا بتبقى موجوده في الميزانيه وفيها معلومات مهمه جدا وللاسف ناس كتير جدا ايه بتهملها. طيب فاحنا عندنا مثلا اي اس نمبر 1 اللي هو احد المعايير في الاي اف ار اس او المعايير الدوليه، بيقول لك ايه هي الجنرال فيتشرز اللي انت عشان على اساسها تحضر او تعمل قوائم ماليه. اول حاجه الفير برزنتيشن، يعني ايه فير برزنتيشن؟ تكون فيثفلي بامانه، بتوضح ال effects of the instant transaction and events، بتوضح ال transaction دي بامانه وبشكل عادل. تاني حاجه الجوين كونسيرن بيزز اتكلمنا عليه قبل كده. تالت حاجه الكونسيستنسي، زي ما قلنا ان احنا بين الفترات وبعضها وبين الشركات وبعضها، عشان كده بتحلي فرصه ان انا ايه اقارن، خلي بالك انا لازم اكون ماشي كونسيستنت برضو بين الفترات وبعضها، يعني مثلا كل السنه اللي فاتت حاسب الايرادات بشكل والسنه دي احسبها بشكل، امال هقارن ازاي؟ ده حتى لو انا عدلت حاجه السنه دي لازم ارجع اعدل القديم باثر رجعي علشان الدنيا ايه تبقى مظبوطه معايا. الماتيرياليتي زي ما اتفقنا اللي هو ايه مدى اهميه الموضوع ده، وزي ما اتكلمنا برضو الحاجات دي كلها قبل كده، تمام. زي ما قلنا برضو الاكروال بيزز، الاجريجيشن. الاجريجيشن بقى دي حاجه ان انت بتجمع الحاجات على بعضها، يعني مثلا انا بحط انا عندي ارض ومبنى و10 خطوط انتاج وعندي فبقى احط كل الكلام ده في الاسيتس، وحتى وانا بعمل ايضاحات بحط كل خطوط الانتاج دي في حاجه اسمها الماشينري او المكن، فبقدر ان انا السيميلر ايتمز بتاعتي بحطها مع بعضها والحاجات اللي منفصله بقى ايه بفصلها عن بعضها، تمام. تاني حاجه ما اعملش اوف سيتنج بين الاسيتس واللايبيلتيز الا في الحالات اللي المعيار بيسمح بيها، يعني في الجيش مثلا اقول لك ايه، اقول لك والله بص انا عليا ليا مثلا ليا مثلا فلوس في البنك مثلا ب 100 مليون وعليا قرض ب 80 مليون، يبقى انا كده صافي عندي كاش ب 20 مليون. لا مش صح، لازم احط لي الكاش لوحده والقرض لوحده. ليه؟ ممكن اشتري منك الشركه دي
تقوم انت مثلا تاني يوم الصبح واخد ال 100 مليون او الفلوس الكاش دي عملت بيهم اي حاجه، يفضل القرض ده انا كنت شايفه وانا داخل الشركه على اساس ان هي ما فيهاش قروض، افاجئ ان فيها قروض. تمام. لكن في حالات معينه المعيار بيسمح فيها بالاوفسيتنج، انت ممكن بس تبقى ماشي في الحته دي. الريبورتنج فريكونسي لازم على الاقل يكون سنويه، ما ينفعش اقعد اكتر من سنه ما ايه ما طلعش قوائم ماليه. الكومباريتيف انفورميشن السنين اللي قبل كده لازم تكون محطوطه، الا لو المعيار بيقول غير كده، عشان كده دايما بتلاقي في موجود عندك في كل ميزانيه حاطط لك السنه دي وحاطط السنه اللي قبلها، علشان تبقى انت شايف السنه اللي فاتت حصل فيها ايه، وشوفش بس ايه فتره واحده بس. الكونتنت بتاع فاينانشال ستيتمنت برضو بيتنص عليه في المعيار اللي هو اي او اس نمبر 1. قال لك اول حاجه لازم تعمل كلاسيفايد بالانس شيت، بتبين لي فيها بقى، مش تحط لي اسيتس ولايبيلتيز، لا تحط لي كارنت ونون كارنت. لازم تحدد لي ايه من الاسيتس دي كارنت هيبقى ديو خلال السنه دي، او اللي اكتر نون كارنت اللي هو اكتر من سنه، وبرضه نفس الموضوع بالنسبه ايه لللايبيلتي. مينيمم انفورميشن ريكوايرد تبقى محطوطه ايه هي المينيمم انفو ريكوايرد، ما تحطش اقل من كده، لازم يكون مبين لي الكلام ده، حاطط لي مثلا فيكسد اسيت كذا، حاطط لي كذا، لازم تكون في معلومات مينيمم لازم تحطها لي وانا بكبرك عليها. comparative information برضو سنين سابقة لازم ايه تحطها لي. تمام. الاخر بقى ال OS number 24 24F بيتكلم بقى ايه ازاي هي ال key concepts ال financial reporting standard. انت عندك key concept بيبقى تحت ال IFRS وال US GAAP، فبالتالي احنا بنحاول نشوف ايه هي الكي كونسبت. زي ما قلت لك قبل كده من الحاجات المهمه جدا ان انت تعمل دايما مقارنه بين الاي اف ار اس واليو اس جاب، وبالتالي تحدد ان انت عايز ازاي، عشان انت بعد كده دي هتفيدك كويس جدا في الامتحان. زي ما قلنا هما بيحاولوا ان هما يشتغلوا على كومن فريم ورك، بس دلوقتي في شويه فروقات ما بينهم. تمام. فبالتالي مثلا ISA framework بيقول لك ان income و expense are elements related to performance، لكن الفاس بتاع ال US GAAP بيقول لك ان هي revenue expense gains losses and comprehensive income. فاس بي define an asset as future economic benefit, whereas ISB define it as a resource from which a future economic benefit is expected to flow. هتلاقي ان الفروقات اللي احنا بنتكلم عليها دي مش فروقات قويه قوي، لكن هتشوف بعد كده ازاي ان في فروقات بتحصل في المعامله بتاع حاجات مختلفه وفعلا بتفرق في التاثير عليها في الميزانيه. تمام. الفاست مثلا مش بيسمحش ان احنا نعمل upward valuation of most assets، ما بيسمحش ان احنا بعد كده بنعمل valuation بنزود قيمه الاسيتس، لكن هتلاقي ان زي ما قلت لك ان الحاجات دي كلها هتشوف تاثيرها ازاي بقى واحنا شغالين في بقيه الاف اس اي، نشوف ازاي ان احنا الكلام ده بيختلف معانا. فبالتالي احنا لغايه دلوقتي احنا المفروض الفريم ورك دي تقرب من بعضها، المفروض ان هي ات سام بوينت في المستقبل مش هيكون في اي فروقات ما بين الاي فور اس واليوز جاب، بس لغايه كده لغايه ما يحصل الوقت ده خلينا نركز على الفروقات، عشان لما تيجي تقارن عن شركه شغال بي اس جاب وشغال باي اف اس تعرف ازاي تقارن ايه ما بين الشركتين. اوكي. قال لك برضو حتى لو احنا وحدنا الفريم ورك بين الشركات، هتلاقي برضو ان هتلاقي في فروقات بين البروتينج ستاندردز ما بين الصناعات وبعضها، يعني مثلا اصل في التامين بيعملوا كذا، ده في البنوك بيعملوا كذا، لازم يحصل فروقات، فلازم برضو انت كانالست تكون فاهم ازاي تعرف الفروقات ما بين الريبورتنج ستاندردز ما بين الشركات وبعضها والصناعات وبعضها، عشان تعرف تقارن منهم بشكل مظبوط. طيب نيجي بقى هنا بيتكلم على الكوهيرنت فاينانشال ريبورتنج فريم ورك، ازاي نعمل فريم ورك للفاينانشال ريبورتنج ان هو بحيث ان هو يبقى نظام مظبوط يطلع لي النتيجه اللي انا عاوزها. اول حاجه لازم تكون الترانسبيرنسي، زي ما اتكلمنا على الترانسبيرنسي قبل كده، لازم يكون كومبريهنسيف، لازم يكون مفهوم، لازم تقدر تفهم الناس ايه اللي حصل فعلا في الترانزاكشن اللي حصلت في الشركه. الكونسيستنسي لازم يكون فعلا كونسيستنت ما بينه وبين الفترات السابقه وبالشركات وبعضها. البارين طب ايه هي برضو الباريرز عشان نعمل حاجه زي كده. الفالويشن ميجرمنت، في عندي فالويشن ميجرمنت بتحتاج جادجمنت، زي مثلا زي دي اللي قلت لك عليها قبل كده، الهيستوريكال كوست عندي هنا ممكن تكون مش ريليفنت ماشي، بس
لكن هي موثوق فيها اكتر من الحاجات التانية، فبالتالي احنا ساعات ايه بنعتمد عليها عشان هي ما فيهاش جادجمنت كبير، لان هي الهيستوريكال كوست شريت الاسيت بكام وخلص خلصت على كده. انما بكام دي لا، ده فيها اسامبشنز وحاجات ممكن تختلف، ممكن يخش فيها بقى جادجمنت، فبالتالي تخليني ما اقدرش اكون واثق في الكلام ده كله. طيب الستاندرد سيتنجز، اول حاجه البرنسبل بيزد ابروتش. عندي بص الستاندرد سيتنجز دي عندي عندها ثلاث ابروتش علشان تعمل تحط الستاندرد بتاعتي. اول حاجه البرنسبل بيزد ابروتش، دي اللي بتشتغل على برود فريم ورك. انما الرول بيزد ابروتش اللي هي بتشتغل على جايدنس على ازاي كلاسيفاي ترانزاكشن. يعني برنسبل بيزد اقول لك والله انا مثلا بشتغل بالاكرول وانت تطبقها على كل الحاجات اللي تحتيها. الرول بيز ده بيقول لك، ده بيديك سبيسيفيك جايدنس ازاي تو كلاسيفاي ترانزاكشن. انت لما تيجي تبيع الاسيت اللي هو مثلا انفستمنت المخزون لازم مش عارف تعمل ايه، فبالتالي يقول لك على كل ترانزاكشن ايه تعملها ازاي. والاوبجكتيف اورينتد دي بقى اللي هي بتجمع ما بين الاثنين اللي فوق، هو البرنسبل بيز ده اللي مثلا انا شغال مثلا اكرول. الرول بيز دي بتشتغل ازاي؟ مثلا اقول لك لما تيجي المخزون، لما تيجي تبيع المخزون تحط الايه مش عارف المبيعات فين والكوست فين. الاوبجكتيف اورينتد هو بقى الفرق او المجموع بتاع الاثنين اللي فوق، اللي هو انا ليه بعمل كده؟ انا بعمل كده علشان اتاكد فعلا ان المبيعات حصلت وان الريسك والريورد اتنقل للعميل و و الى اخره. الميجرمنت برضه هنا في تريد اوف، تريد اوف يعني انت بتحاول توفق بين حاجتين، ان انت ازاي تعمل valuation proper لل elements في at any point of time ماشي، والفرق ما بينهم اللي هو اللي في ال income statement. خلي بالك احنا قلنا ال income statement دي صورة كاميرا، انما ال sorry ال income statement دي شريط فيديو، انما ال balance sheet دي صورة كاميرا. فبالتالي انت عندك حاجة بتقول انا دلوقتي لما اجي اعمل ميجرمنت طب اعملها ازاي؟ اشوف الفرق ما بين الاسيت واللايبيلتي بين الفترتين. الاسيت لايبيلتي ابروتش اللي هي اللي انا مثلا بشوف انا كنت مثلا السنه اللي فاتت كام والسنه بقيت كام والفرق ما بينهم هو ده يكون التغير فيهم. ولا ريفينيو اكسبنس ابروتش، ساعات مثلا دي تظهر معانا زي ايه، في حاجه اللي هي ديفيرد تاكس والديفيرد تاكس اسيت لايبيلتيز اللي تظهر فيها الموضوع ده. انت عندك طريقتين، يا اما بحسب الديفيرد تاكس لايبيلتي هنا مثلا والديفيرد تاكس لايبيلتي هنا والفرق ما بينهم بيكون يا اما الانكم يا اما الاكسبنس، او بحسب الديفير تاكس انكم واكسبنس. وساعات بيبقى في فروقات بين الاثنين، فساعات المعيار يقول لك لا امشي لي هنا بالاسيت لايبيلتي ابروتش، وساعات يقول لك لا امشي لي بالريفينيو ايه اكسبنس ابروتش. تمام. طيب ايه هي بقى الامبليكيشنز فور فاينانشال انالست، ان انت في لما يكون عندك بتبص على فاينانشال ستيتمنت مختلفه وفي معايير مختلفة وبتتغير المعايير دي من فترة لفترة. لازم تكون فاهم كأنالست ان تغيير المعايير بيعمل عشان بيعمل ترانزاكشنز جديدة، فتبقى فاهم المعايير. مثلا لما اقول لك مثلا زي مثلا دلوقتي في مصر ان هو احنا عندنا مشكلة بتاعت اسعار الصرف اللي عليت قوي، فبالتالي ده هيعمل لنا كابيتال لوس كبيرة جدا على البالانس شيت بتاعت الشركات، وبالتالي انا عندي مشكلة كبيرة. فبالتالي طب احنا هنتصرف كده ازاي؟ فانا اللي انا عارفه ان دلوقتي الجمعية المحاسبين والمراجعين بيحاولوا يشوفوا ازاي يقدروا يدرسوا حاجة زي كده، وهل الكلام ده هيحطوا فيه فعلا فوركس لوس ولا هيعملوا ايه. فبالتالي لازم تاخد بالك تبقى اوير من اللي بيحصل، عشان ده بيأثر عليك كأناليست وبيأثر على تقييمك للشركات والتحليل بتاعك بتاع الشركات. لازم برضو تعرف الديسكلوجر او تبص على الديسكلوجر بتاع السيجنيفيكانت اكاونتنج بوليسي، زي ما اتفقنا الحته ان احنا بنتكلم فيها لازم تحط اكاونتنج بوليسيز، واحنا بنعدي كده عليها مرور الكرام. لا لازم تشوف ايه الاكاونتنج بوليسيز هي عباره عن ايه، ولازم تبقى فاهم ان زي الاي اف ار اس والاي اس جاب بيجبروا الشركات ان هم يعرضوا الاكاونتنج بوليسيز بتاعتهم والاسمت بتاعتهم في الفوت نوتس والماجمنت ديسكشن اند اناليسيس. فيقول لك مثلا بعمل اهلاك على قد ايه، شغال قسط ثابت والقسط متغير، بعمل هنا ازاي. الكلام ده كله لازم تبص عليه بصه قويه جدا علشان تتاكد ان الدنيا ان ممكن تلاقي فيها معلومات تفيدك، وتفهم ان الشركه دي شغاله بشكل مختلف عن السوق، فتعرف ان انت تحلل الكلام ده وتوصل لعمليه مقارنه واضحه. بيخلص هنا الريدنج ده، وزي ما اتفقنا ان بصوا الريدنج ده كان شويه نظري، يمكن كنت تحسوا شويه ان هو الموضوع فيه
شوية مش مفهوم بالشكل الواضح، لكن انت لما تيجي تخش بقى بعد كده ونخش بقى احنا نفهم من الانكم ستيتمنت والانفنتوري والاسيتس والكلام ده كله، هتعرف ازاي ان الفاينانشال ريبورتنج والستاندرز بتفرق من حاجة لحاجة، وازاي ان هي بتفرق من وضع لوضع، وبالتالي تقدر ان انت تفهم اهمية الريدنج ده. زي ما قلنا الريدنج نظري شوية، لكن بعد كده هتشوف تطبيقه ازاي في الريدنجز بعد كده. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جاية. كان معاكم احمد عامر من CFA بالعربي، مقدم من CFA السعوديه.